دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سعيد جدا ان انا اكون معكم اليوم، وده شرف ليا ان انا اكون بين ايديكم، لان انتم تتميزوا بامرين. الاول انكم اول من يشعر بالخطر الذي يداهم المجتمعات. رواد قرب شويه كده. الذي يداهم المجتمعات. والثاني انكم تكتشفون الفرص التي لا يكتشفها غيركم. وما بين هذين الامرين الجلالين تستطيعون بناء مجتمعات ودرء المفاسد ومواجهه المخاطر. ده دوركم. ده دوركم ان ربنا ابتلاكم بيه وامتحنكم بيه، لان اجر العمل الانساني لا سماء له ولا حدود له ولا ابعاد له. ابعاده متناهيه، وكلما قربت من بعد تزايدت الابعاد جميعا. هي ماشيه كده. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان من صفاته قبل الدعوة ما قالته أمنا الحبيبة الجميلة الحلوة الطيبة ها خديجة: إن الله لن يخذيك أبدا. ها من حافظ؟ فإنك تكل الضيف ها وتعين المحتاج ها وتحمل الكل وتصل الرحم. شفت قد إيه كان زيكم صلى الله عليه وسلم. جمع خصائص العامل المجتمعي في شخصيته قبل البعثة، ثم أوحي إليه فأصبح الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا بتكلم مع مجموعة من الناس يؤطرون لمستقبل تاريخ الأمم التي يعملون في مجتمعاتها. ده دوركم. حذاري 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 أن لا نعرف قيمة دورنا. حذاري في كل مكان وفي كل زمان ومع كل مجتمع مع كل ثقافة. حذاري والله الذي لا إله إلا هو، نحن سنحاسب حسابا عسيرا لأننا علمنا ولم نقم العلم في واقع المجتمع. إقامة العلم في واقع المجتمع من أشد الصعاب على المصلحين والصالحين أمثالكم. اللي جاي من باكستان أو من بوركينيا فاسو أو منين؟ بنين. السودان. السودان تاني؟ السودان. أنتوا كلكم سودان بقى؟ الأردن. بوركينيا فاسو تاني؟ الأردن. ما بقى؟ الأردن برضك؟ أوزبكستان. نايجر. نايجر بسم الله ما شاء الله. نايجر. كازاخستان. نيجيريا. كويت. انت مش محسوب، انت محسوب ده غلط. اوغندا. بسم الله ما شاء الله. بنين. باكستان. قابلت كده من اسبوعين الحمد لله، كنت معاه هناك في باكستان بيعشين على حسابه. فلذلك ارجع مره اخرى، كل منكم رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل منكم رسولا من رسل الإنسانية. كل منكم قائما على المجتمع الذي يستطيع أن يوصل إليه أبعاد العمل الإنساني المجتمعي الذي يصبح فيما بعد قادرا على حل المشاكل المجتمعية. نحن هناك ليس كموظفين، نحن هناك أصحاب رسالة، نحن هناك أصحاب رؤية، أصحاب مهمة، أصحاب توجه، أصحاب حب، أصحاب عطاء، أصحاب بذل، أصحاب جهد. كل هذه الأبعاد هي من شخصية وخصائص شخصيتكم أنتم عمال الإغاثة وعمال المجتمع داخل مثل هذه المجتمعات. لكن مشكلتنا في إيه؟ إننا لا نعلن عن إنجازاتنا فنحمس من حولنا. يعني أنا بسجل دلوقتي على الفيسبوك لايف ستريم عشان الناس يشوفونا، أنا بتكلم دلوقتي مع ناس هم من أعظم من خلق الله سبحانه وتعالى يدبروا أمور المجتمعات، ولكنهم مشكلتهم ومصيبتنا فيكم
بالك كلكم كده مجتمعين وانا هلمكم كده انا بس ما جبتش معايا العصايه بتاعتي. ان احنا لازم احنا غير جيدين في الاعلان عن انجازاتنا لكي نحمس الشباب، لكي نرفع ثقه الشباب ونخرجهم من الاحباط اللي موجود حاليا في كل جوانب الاعمال في الامه الاسلاميه من شرقها الى غربها في العالم كله. دي مشكلتنا. يمكن التجربه اللي انا بعملها دلوقتي دي علشان اقول للشباب انا قاعد مع كنوز. كنوز، اوعوا تفتكروا ان كل واحد فيكم مش كنز. لو احنا عملنا جمعنا خبراتكم الميدانيه هتطلع 200 300 سنه واحنا قاعدين كده. لو احنا عملنا خبراتكم العمليه هيطلع الاف المشاريع. لو احنا عملنا خبراتكم التي تخرج من مساعدة المحتاج والمسكين وغيرها تطلع ملايين الملايين. ساعدتوهم ووقفتم بجانبهم، فشوفوا قد ايه انتوا اثرياء، شوفوا قد ايه انتوا اغنياء، شوفوا قد ايه انتوا اقوياء، لكن غير قادرين على ان نضع هذا لنحمس به الاجيال التي معنا والاجيال التي ستاتي من بعدنا. ودي منظومة لابد ان نقيم اركانها ونحن احياء. لابد. حذاري حذاري يا ابن بنين وابن باكستان وابن بوركينيا فاسو وابن النيجر ونيجيريا والاردن والسودان وكازاخستان، حذاري ان نخرج من هذه الدنيا قبل ان نترك من بعدنا شيئا يتميز به الشباب فيما بعد. ويقول رحم الله ابائنا واجدادنا واخواننا واعمالنا وأخواننا الذين مهدوا لنا الطريق، كما قالت السيدة خديجة رضي الله عنها في المصطفى الرحمة المهداة لنا جميعا. الإعلام من من أهم الأشياء التي لابد أن نهتم بها، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا. ده المحور الأول، سواء كان الإعلام المعروف أو الإعلام اللي هو السوشيال ميديا نتكلم عنه. ولابد اننا كلنا نتعلم كيف نكون نروي قصص الانجازات بتاعتنا على السوشيال ميديا، ها، على الفيسبوك، ونجيب حتى الشباب اللي انجزوا. قول يا ابني على الصفحه، قول 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 قول، افضل قول افضل. الزخم ده مهم جدا، الزخم ده مهم جدا، الزخم ده مهم جدا. دي نمره واحد. نمره اتنين، تطوع. التطوع، التطوع بالنسبه لنا مهم. في ماذا مهم؟ في اننا لابد ان نعلم الشباب كيف بنيت هذه المؤسسات، ونبني في افئدتهم الذاكره المؤسسيه. ده كان بيتكلم على دكتور التوتنجي منذ قليل، اخونا كان بيتكلم عن مسيره ما بين قطر وما بين هنا ايه هنا في الكويت وما بين الندوه العالميه في السعوديه وما بين الأردن. مسيرة 30 40 50 سنة، مش ممكن ذاكرة، مش ممكن انها تهمل. انت مش عايزين نهمل كتابة التاريخ بأيدينا قبل ان نرحل عن شمس هذه الدنيا. الشباب لابد نهتم بهم. النساء من احرص الناس على العمل، هم ابناء بناتنا واخواتنا ونسائنا وأمهاتنا وجيراننا وهكذا وهكذا، ولهم دور أساسي في البناء المجتمعي، وهذا ما تمثل في صدر الدعوة في أمنا خديجة وأمنا عائشة وأمنا حفصة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ده الدور، ده التطوع والشباب إلى آخره والإعلام. الدور الثالث اللي احنا عايزين نخلي نمكن المجتمع المحلي بنشتغل فيه، أطلع منه قيادات، بمعنى هو صاحب المشروع، هو صاحب الفكرة اللي بنسميه participatory approach أو المشاركة المجتمعية، وأنتوا عارفين أكثر مني، أبلك هو صاحب كل شيء. أنا 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 رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الإغاثة الإسلامية أو كذا وكذا وكذا، ما إني إلا أجير عند الفقير، وما المال الذي أصرفه إلا هو مال الفقير الذي آخذ منه مراتبي
فلذلك الاستشعار بعظمة وقيمة الفقير لابد أن نجل أنفسنا بالوقوف إلى جانبه، لأن نتكلم فيه المال مال من؟ مال الله الذي أعطاه إيانا ها استخلافا في حقوق الفقراء والمساكين والأرامل والنساء. وأنتم أول من تستشعرون الألم والمحنة والمصائب والمعاناة التي تحولونها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى قصص نجاح فاعلة ومفعلة ومؤطرة لمنظومة، منظومة تستطيع أن تنقذ الإنسانية. أنتم على الأرض، أنتم قرن الاستشعار، وأنتم المستقبل لهؤلاء، وأنتم الصورة التي ترسم بأيديكم وسواعدكم مع الأبناء من هذه المجتمعات. فنمكنهم ونعطيهم ما عندنا، وقتنا مش سن من 9-5 أو 9-3، مفيش حد فيكم أبدا بيقعد 4-5 ساعات في المكتب يشتغل. بنشتغل وإحنا في البيت، بنشتغل وإحنا نايمين، بنشتغل وإحنا بنتغدى، بنشتغل وإحنا بنتجوز، بنشتغل وإحنا بنعمل كل شيء، لأنها رسالة، رسالة، وهي جزء من رسالة النبوة صلى الله عليه وسلم، وجزء من رسالة الرسل والأنبياء في كل مكان وفي كل زمان. هذا دورنا، إذا استشعرنا عظم وقيمة رسالة عملنا الإنساني في العالم وفي كل الأماكن اللي ذكرتها دي، سنستشعر أن مسؤوليتنا عظيمة تئن لها الجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال. شوف السماوات خافت والجبال خافت والأرض خافت، فأشفقنا منها فعرضناها على مين؟ على الإنسان. فخدها بقى فرحان، أنا حبقى وزير، أنا حبقى مش عارف إيه، أنا حبقى إيه، إنه كان إيه؟ أنا بقى الظلوم الجهول، أنا عايز أبقى أقعد على الكرسي بتاع ده عشان أبقى أنا إيه؟ أنا الرئيس، أنا مش عارف إيه، أنا إيه. لكن دي أمانة، أمانة، أمانة. ده النقطة الثالثة في التمكين المجتمع. النقطة الرابعة أن يكون معنا من المستوعات اللي هم النساء، لأن أنا خبرت في الأماكن اللي فيها النساء حلوين من أيام البوسنة، إن نظر بعض الشباب بيجول ويسول في الغرف، فلابد أن نساعد هذا الشباب على أنه يحجم نظر عن هذه النساء، خاصة الممتحنات، واخد بالك، ده من أيام البوسنة، وحصلت فضايح في البوسنة، ها؟ ودلوقتي بتحصل نفس الفضايح في بعض الأماكن الأخرى دون ذكر الأسماء، أن تدخل معه فتاة. لذلك لابد في منظومة التطوع أن ندرب بناتنا ونجعل من فقهنا من يستطيعون الإفتاء بخروج الفتيات كمجاميع لتعمل في العمل الإنساني الدولي. لابد على الفقه عندنا وعلى المشايخ عندنا وعلى الفقهاء وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. ليه؟ لأن 60-70% من الفقراء اللي هنتعامل معهم من النساء والأطفال. أنا لا أؤتمن، أنا بتكلم عن نفسي مش هتكلم عنكم أنتم، أنا لا أؤتمن أن أدخل لأسرة فقيرة ممتحنة مسؤولة منها امرأة في وسط أطفال قد يلعب بها الشيطان، فلابد أن أقاوم هذا بأخت معي، أو بدل ما أذهب أنا تذهب أختي، تذهب أختي مهما كان. أوعوا تفتكروا أن الجمال يعني حتة واحدة، الجمال في أفريقيا اللي نسبية. أنا لما بروح هناك بشوف الأفارقة الأخت بالإله مش الأخت. وضحتونا؟ لا ولا يهمك، ده طبيعي، الجمال نسبي. قد أرنا في حتة دي إن كذا، لا نسبي نسبي نسبي. فلذلك لا تستهين بأن تجد نفسك وحدك مع امرأة أرملة وأطفالها وحدك، فلابد كلنا أطر لكي نحمي أنفسنا ونحمي هذه الأسر منه. ودور المرأة يكون بفقه الفقهاء الذين يعلمون أبعاد العمل الإنساني في إخراج فتيات ونساء يستطيعنا أن يقمنا بهذه الأمور. ما كان عن الشباب وعن التطوع وعن دور المرأة في الموضوع ده،
وعن انكم رسل لرسول الله لرسول الله سبحانه وتعالى، وعن التمكين المجتمعي. هل في نقطه اخرى تحبوا نتكلم فيها ولا نفتح الموضوع على مصراعيه؟ انا احب المصراعيه خضره اكثر من هيك كمان. مش عايز حرب الدين. انا مش عايز اتكلم انا وانتم بالخبره دي كلها موجودين عندكم اسئله كتير. انا ارجع اقول مره ثانيه، نحن الذين نستطيع ان نجعل مؤسساتنا ناجحه. حكينا باختصار لو سمحت عن نشاه الوكاله الاغاثه الاسلاميه. حاضر يا سيدي، عناية ليك. يعني اوجز الاخ متزمل، ما حدا، مش كل الناس عارفين الدكتور هاني. لا انت عارف بس يعني خلاص. انا سوداني قح من واو ولا من جبو ولا من مكان. انا صار جنوب السودان. يعني جوا عنده شهادات من الصليب الاحمر البريطاني. اما ننزل للنقطه اللي قبل ما اخش في في العمليه بتاعه التاريخ بتاع المؤسسه. اقول حاجه واحده دكتور. توني بلير قال علي البنا هاني البنا. طيب ما تذكرها؟ بعفرها ايام السواح ايام العراق. اتوكل على الله. اما نرجع مره اخرى، نحن عملنا هذا من أهميته أنه يحاط بكافة الأشواك والمشاكل التي تضع العراقيل علينا لكي لا ننجز، ونحن سننجز، لكي لا نتقدم ونحن سنتقدم، لكي نتهم ونحن لسنا متهمين. لماذا؟ لأن الأرض التي نقف عليها كعمال إنسانيين لمساعدة المجتمعات هي من أخصب الأراضي التي يتقاتل عليها من يعلمون قيمة هذا العمل وقيمة الرسالة تقوم بها. فلذلك نعمل الصح وما يهمناش الخطأ، احنا مش هنخطأ. الشفافية من أركان عملنا، المرجعية من أركان عملنا، المحاسبية من أركان عملنا، التمكين من أركان عملنا، الشراكات وبناء الشراكات من أركان عملنا، كل هذه الأشياء، بناء التحالفات مع الحكومات المحلية، مع المجتمع المحلي، مع المؤسسات الدولية، مع الحكومات الأجنبية، مع السفارات، مع 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 من أركان عملنا، لأن نحن نريد أن نقيم بهذه المجتمعات العدل داخل مجتمعاتها، وأن نستطيع أن نعاونها على الوصول إلى هذا العدل وهذه العدالة. بالنسبة للتاريخ أخونا أخونا رجعني 35 سنة. أنا كنت لسه بقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى أنا كل لما صدي أجي عندكم. نفض شوية صح؟ أنا كنت عندكم مش لسه متقابلين من أسبوعين تقريبا 4 أو 5 نوفمبر صح؟ وتعشينا وبتاع. كنت لسه جاي من خلاص ابعت لي الدعوة. يا ابو الجمال، انا مقدم مشروع عشانكم انتم، فقولوا لي تعالى، قول بدر السميتو عبد الرحمن المطوع يطلع اقعد عندك اسبوع خمس ايام عشان زي ما انت عايز. ضيافه 3 ايام بس. لا انت هتدفع حق الضيافه مش ضيافه دي. انت هتدفع بس مش هتدفع عليا، انا هدفع للمنتدى. احنا بدانا ازاي؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، ودي تاني 34 سنة من عمري في العمل الإغاثي. بفضل الله سبحانه وتعالى. واحنا بنقول احنا بنبدأ من الصفر مرة ثانية. بدأنا في 84 بأفريقيا. زي ما بدأ أخونا عبد الرحمن السميت في 81 بردك بأفريقيا. وزيارتي في الشهر ده كانت لأفريقيا ولبلوشستان. ثلاث أماكن من أفقر الأماكن في العالم. بلوشستان مصنفة كل التصنيفات الدونية بالرغم انها اغنى مكان في باكستان من المصادر الطبيعيه والذهب والبترول وكله. وافريقيا الوسطى كلكم حدثوا بلا حرج، وكاميرون جنبها. فانا كنت مصدي زي ما بقول لكم، فرحت اتجلى صدري. كلما ذهب الانسان الى مثل هذه الاماكن يرجع إذا كانت نيته خالصة للعمل ولله سبحانه وتعالى يرجع بهمة عالية. أما إنما الهمة لا تأتي للشباب العمري لكن تأتي للشباب القلبي. هناك شباب قلبي
وهناك شباب عمري، فأنتم كلكم من أهل الشباب القلبي. يا قلبي عليكم يا قلبي. أنا بقى تحت 25. فده اللي بنتكلم عنه. بدأنا بدون أي إمكانيات، إنما كان للمجاعة في شرق أفريقيا عندك في أريتريا وتجراي في 83، وكانت منطلق من شرق السودان. فالسودان بتكون لي أنا شخصيا، لأسر أن أنا مصري وأن أنا من أبناء النيل، أنا بلطية من بلطيات النيل. أنا باجي أسحب الماء من عندك أو بدي بوديكم الماء من عندنا. فبدأت من أفريقيا، وأفريقيا تحتاجنا، كل العالم يحتاجنا. ما في مكتب كان لدينا، وما في ميزانية كانت لدينا، وما في تفرغ كان لدينا، إلا شيء واحد: في ناس عندها مجاعة علينا بأن نجمع لها المال بلا شيء. فكذا بدأت. كانش في حتى لدينا كرسي أو طاولة نجلس عليها، لكن مسيرة 34 أو 35 عام أنتم سطرتموها بدعائكم وأخلاصكم وعملكم الصالح. فالذي يفتح الخير هو صاحب الخيرات سبحانه وتعالى، صاحب الرزق، صاحب الرزق والأرزاق كلها. أنا لا أريد أن أستأثر بنفسي عليكم، لكن أريد أن أسمع منكم أسئلة حرجة أستطيع أن أكون معكم فيها يعني زميلا لكم. حد عايز يسأل سؤال حرج؟ حرج تفضل أبو يحيى. طيب بسم الله الحمد لله جاءت جزاك الله خير على ما قدمت وتقدم منذ القوة الناعمة إلى القوة الناعمة كانت عندنا في السودان. هلا أنت تعلم الآن وكما قلت يعني هذا العمل الذي يقوم به المسلمين الآن في المجال الإنساني يحارب حرب شديدة، والآن نواجه خطر تجفيف المنابع. صح. إضافة لأنه حتى ما يتيسر لا يصل. فإذا ما وجدنا حلول لهذه المعضلة فقطعا العمل سيتعطل أو سيتأثر كثير جدا. ويعني ما أعرف أيضا فإيش الحلول أو إيش الحلول في هذه أولا إحنا بنواجهنا 4 أو 5 أو 6 مشاكل. الإسلاموفوبيا زي ما إحنا عارفين، تكفيف المنابع زي ما حضرتك اتكلمت، تحويل الأموال، أقبلك الإرهاب اللي هو بيمسك كل الخيوط ويوقفنا إلى آخره. إحنا وظيفتنا ألا نخطئ بنوايا حسنة على الإطلاق، ألا نصطدم على الإطلاق، ألا نغالي في الخطاب الدعوي الذي يجعلهم يتهموننا بأننا نجبر الناس على دخول دين رغم أنفهم. إنما الدعوة عمل، وإنما الإيمان عمل وإنجاز وخدمة مجتمعية. إننا يكون لنا سياسات واضحة أطر نعمل من خلالها، معايير نلتزم بها، خطاب إنساني وطني إنساني عالمي كذا قيمي نعمل من خلاله، مرجعيات محاسبية شفافة بالنسبة لنا محاسبين، اللي هو المحاسب الخارجي المحاسب الداخلي إلى آخره. يعني لو أنت في مثل يقولك اعمل الصح يحتار عدوك فيك. صح؟ اعمل الصح عدوك هيحتار. يعني لو احنا اتكلمنا على مسيرة المؤسسة اللي كنت فيها بكده الإغاثة، يعني احنا بدأنا ننفتح على العالم الخارجي من 91 قبل 11 سبتمبر ب10 سنوات. فلما جه 11 سبتمبر كان الناس عارفاكم في الإغاثة، فما حصلش انها اتقفلت، وكان في مراجعين خارجيين وداخليين وكذا وكذا وكذا، وأصبح من هؤلاء من يدافعون عنك. أن يكون لنا حلفاء في كل مكان، في داخل الدولة وفي خارج الدولة، من خلال خطابنا الإنساني الذي يتحدث عن إنسانية الدعوة وعن شرف العمل في المجتمع وعن مبادئ العمل الإنساني الدولي الذي هم أطروا له ونحن ممكن أن نضيف عليه، وعن معرفتنا للقوانين الإنسانية الدولية وهكذا.
فلابد وعن حضورنا في المنتديات والمؤتمرات التي تعقد في بلادنا للتنسيق، جلسات التنسيق سواء كان في السودان ولا في الأردن ولا في باكستان ولا بوركينيا فاسو ولا أحضر، حتى لو ما اتكلمتش أحضر 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 أحضر. أصبح الحضور جزء من الحماية، التواصل جزء من الحماية، المعرفة جزء من الحماية، الخطاب الإنساني اللي أنا بقوم به جزء من الحماية، الشفافية والمرجعية والمحاسبية ودعاء الناس وإنجازاتك والمجتمع المحلي الذي تعمل فيه جزء من الحماية. فكل هذه الأطر لابد أن أحيط نفسي بها، لأن أنا مثلا أنا لؤلؤة أو زمردة أو ياقوتة أو إيه تاني يا أبو؟ أو اللؤلؤة بعد اللؤلؤة فيها تاني؟ ها؟ ياقوتة. ياقوتة أنا وعايز أن أنا أحيط نفسي بهذه المحميات أو الحمايات لي. لذلك لابد أعرف كيف أحمى فأحمي نفسي. فذا بالنسبة، لكن خلي بالك مع كل هذا في ناس سيكيلون لك ويكيدون لك، ولكن أنا بقول لك إيه؟ إذا عمل اللي يعمل الصح يحتوى العدو فيه، صعبها على العدو، صعبها وعملها يعني بقول شبه مستحيل معانا بالتواصل. سؤال آخر يا شباب. نعم فضل عنيا. السودان مكتسح. طرحت موضوع شوية صعب، أنا عايز أسأل الإخوة دي كلهم، كم أخوات معاكم في المكتب؟ ما أنا قلتها في الأول، ما فيش مشكلة، ما فيش أخوات، خلاص؟ طيب عشان أريحك، لكن نبدأ المسيرة، نبدأ المسيرة بالتطوع حتى، نبدأ مرحلة 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 مرحلة، ليه؟ لأن أنا مش عايز أجي أقول لك، تقول لي أنت مخطئ، طب ما أنا عارف إن أنا مخطئ خلاص. بس قول لي اتفضل بقى، يعني ابدا صلح من بكره. وعندنا النساء اللي عندنا، والله انا رحت اول ما رحت اسمه كده دغستان والشيشان في سنه 96 او 97 حاجه زي كده، مش فاكر، بس في 97 دخلت في السوق لقيته من اوله لاخره نساء، قلت اللهم الرجاله واخدين اجازه النهارده ولا ايه؟ بالك والله بجد اتضح لي ان الاخوات هناك بسم الله ما شاء الله مسكين السوق من اوله لاخره. عشت مع واحد من الشباب في حته بقى اسمها انجوشيتيا في نظران اللي هي العاصمه بتاعتهم، لقيت المراه الصبحيه بتعمل كل شيء، لقيت اخوات بيشتغلوا في البنا في البيض بتاع المدارس والطوب بيشلوه، حملت اعمل نفسي بومبوم وخاوي كده وبتاع ده بمخيم سبوتنيك اللي كان موجود في القطارات ده كلها، واحنا بنوزع الايه الباكت بتاع اللي هو اسمه السله الغذائيه، والسله كان 6 كيلو، فانا حاولت اشيل واحده كده اعمل نفسي بطل، لقيت في اخت ماشيه جنبي شايله السله في ايدها اليمين وسله في ايدها الشمال، فانبطيت انا ان ايه؟ انبطيت. والكلام ده من كام؟ الكلام ده من حاجه 20 سنه. فما عرفتش انا اكون زي الاخت القويه دي اللي هي ولادها وأزواجها كانوا في صراع مع السلطة في نفس الوقت. لما نتحدث لو احنا ما عندناش أخوات دلوقتي، لابد يكون في مسيرتنا دور للمرأة، ازاي نحطه؟ ما انا بردك مش حاجة مرة واحدة كده ولا والله ما فيش نساء فهات 50 مرأة حطهم، هتفسد الموضوع. ليه؟ لأن أنا مش مستعد، وما أنا شخصيا مش مؤهل. فلابد أتدرج في وجود الأخوات معانا داخل الجمعية، سواء كان في التنفيذ أو كان في الإدارة الميدانية أو كان حتى هنا في الإدارة الرئيسية اللي موجودة عندنا، صح ولا لأ؟ مطبق. طبق هنا مطبق. ها؟ مطبق. في بعض البلاد طبعاً ما توقعش إن بلد زي الأردن ما فيهاش، مين تاني؟ كازاخستان، ها؟ كلمة كازاخستان. عندكم؟ نساء؟ ها؟ زي المرأة في جمعيات في الجمعيات. لا بقول لك عندك أنت. في الهيئة موظف عندنا في المكتب، نحن موظفات. لا بدل اللي بقوله، بدل احنا بنقوله الاخ سؤاله على ايه؟ مساعد الجمعيه. دعونا نبدا، لان الاخت دي هي بنتي انا عايز، هي جارتي اللي انا بعدها انها تكون يعني عضو فاعل في المجتمع، سواء كان في السودان او في الاردن او في بوركينيا فاسو او في النيجر او في نيجيريا او في كازاخستان او الى اخره.
يعني في باكستان في امثله رائعه للنساء، امثله رائعه للانجازات بتاعتهم في كل شيء. بمصر في بس انا عايزين يكونوا في مؤسساتنا احنا كمان، لكي لا يقال ان هذه المؤسسه اصلا لها تابع ديني معين فبيقصن. في ادخال هؤلاء الاخوات والبنات معنا لكي يكون لهم دور، لان تعرف ليه بقى؟ لانها بتفهم المجتمع بطريقه مختلفه. انا بفهمه بطريقه ربنا خلقني كده كرجل، وهي ربنا خلقها كامراه يعني احنا مره هديكم حدوته. في عندنا رحله من الرحلات المكوكيه عملناها في سنه 2007 وخدنا معاهم ثلاث اخوات. رحله ابناء في 2005 رحنا الصومال في بونتلاند جالوي، وبعد نزلنا على كينيا، شمال كينيا اسمها مانديرا، ونزلنا من العربيه كلنا ريحه بسم الله ما شاء الله والتراب احمر، فشكلنا كده اللي بص لنا افتكرنا زي الشياطين، مشينا كله احمر. فجينا نقعد مع الاطفال وبتاع، كانوا خايفين مرعوبين، رجاله ولحى سودا واحمر وبتاع ده. السنه اللي بعدها في 2007 رحنا تشاد والنيجر ومالي، خدنا معاه ثلاث اخوات ثلاث بنات يعني. والله السعاده والنعيم اللي قضيته البنات الاطفال والنساء مع البنات دول، احنا وقفنا بره نتفرج، الاطفال قعدنا على حجرهم بيلعبوهم بيعملوهم طبيعي. المراه ليها دور طبيعي، ليه؟ لان ربنا خلقها كده. انا ما اقدرش اقعد القعده دي، ده ربنا خلقني غير كده اعمل حاجه ثانيه. فده بالنسبه يعني في تدرج معانا يا اخي. وانتوا عندكم الشرطه في 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 المكاتب، حد قال لك ما تعينش؟ هو بيقول لك ادي الميزانيه بتاعتك وادي البرامج اللي عندك، بتوكل على الله. الهيئه انت عارف عملت دور المراه ندوه، دور المراه المسلمه مؤتمر، ما انا عارف وثيقه المراه، مؤتمر اتعمل من ثلاث سنين هو، وقعدنا فيه نعمل فيه ثلاث سنين عمال ما اتعمل المؤتمر. فلذلك انتوا توكلوا على الله ونفذوه، وكل اللي ينفذ الانجازات ويجيب هنا الانجازات بتاعت النساء والاخوات معانا في العمل مش فقط في التنفيذ. ده بالنسبه لدور المرأة، بالنسبه للسؤال بتاعنا. سؤال ثاني يا شباب عشان بس موعدكم. اتفضل. انا انت منين؟ جزاك الله خير يا دكتور. انا من اوغندا. بس انت اصلا منين؟ انا من السودان. منين في السودان؟ دارفور. ايوه كده، قول لي كده، بجيبك من كل حته. الله يحييك. انا كنت في تشاد، في لسه ما زال 140 او 150000 دارفوري. دخلت شخال يا شباب، تشاد فيها كم؟ فيها 700,000 لاجئ ما لا يقل، من دارفور ما زالوا موجودين، ومن افريقيا الوسطى ما زالوا موجودين، ومن نيجيريا عشان بوكو حرام ما زالوا موجودين، وحتى من الكونغو ما زالوا موجودين، ومن النيجر ما زالوا موجودين. وتشاد في قاع الدول الفقيره. تفضل. عندنا دارفور اعتقد اصبح العدد 300,000 دارفوريين؟ نعم. رجعوا منهم بس لسه فيها حاجه بس. انا حقيقه يعني اتفضل برجع للكلام اللي ذكره الدكتور سنوسكي عن محاربه المنظمات الاسلاميه. ايوه. حقيقه واحده من الاشياء الان بنواجهها كمؤسسات اسلاميه يعني في هجمه شرسه جدا بعده طرق، من ضمنها اللي هي مساله التحويل المالي. ايوه. يعني اي اتفضل. اي مؤسسه يعني بتلقى فيها كلمه اسلاميه او اسلاميك يعني تلقائيا بدات المساله دي يعني مظبوط بتوقف. فالان الناس يعني عشان يجدوا فقه او وسيله للخروج من هذه الخنقه انه لابد يتم تعديل الاسم. فالان ندخل في صراع، يعني احنا ليها مبدا وما لا نغير ونعمل هذا، واحيانا الناس يقول لك هذا شيء ضمني، انت ممكن تستغل الفرصه وتغير حتى تسهل الامور وتمشي الامر الانساني بتاعك او كتفك. فدارين يعني تغيير التجربه بتاعتك. نعم. عايزين حقيقه نستفيد من هذا. نعم. الموضوع ده احنا ناقشناه سنه 1995، يعني من كام سنه، من ربع قرن تقريبا. مكتب فرنسا كان يعاني من التفجيرات التي كانت تحدث هناك في القطارات الوقت ده،
وكان قاعد يشتغل فقط على القضايا والاتهامات. وحصل في مجلس الاداره جلسنا قلنا في الوقت ده بالذات، الوقت ده كان فيه ايه يا شباب؟ كان المناخ السياسي غير المناخ السياسي الان، المناخ الاجتماعي غير المناخ الاجتماعي الان. الاسلاموفوبيا ما كانتش طلعت للسماء زي دلوقتي، الارهاب ومصطلحاته ما كانتش خرجت بالقوه اللي خارجه بها الى الان، وهكذا. المؤسسات اللي هي الارهابيه المعروفه دي ما كانتش كترت زي ما احنا شايفينها دلوقتي. فاتفقنا ان احنا لابد ان نبقي على الاسم لكي يتعلم الاخر كيف يتعامل مع مؤسسه لها اسم اسلامي وقيم اسلاميه بمعايير شفافيه دوليه. فنجحت الفكره. الان انت من حقك انك تغير او ما تغيرش زي ما انت عايز. دايركت ايد اللي كان زمان اسمها لجنه مسلمي افريقيا، صح ولا غلط؟ بل انشاها بفضل الله سبحانه وتعالى اخونا الفاضل رحمه الله عليه عبد الرحمن السمير. يعني حاولوا اجتهدوا وغيروا الاسم، اصبح لها بعد اخر دلوقتي. تغيير الاسم غير تغيير الفعل. طب بالك يعني انا مسلم، ثقافتي نيجيريه او ثقافتي بنينيه او ثقافتي سودانيه او حتى داخل السودان، اما انا دارفوري واللي من الجنينه غير اللي من نياله غير اللي من الفاشر. اوعى تفتكروا انتوا زي بعض، هتعملوا دوله وتستقلوا على السودان حجيله مش كده؟ نيجي ناخدهم دول، ها؟ خد بالك؟ ومع ذلك داخل الدوله الواحده في ثقافات متعدده وفي لهجات متعدده. فلذلك انا اشوف المصلحه العامه، ومش عيب ان انا اغير. في حاجه اسمها ريبراندنج، يعني تغير الشكل، تغير الاسم، تغير كذا، تغير كذا، تغير كذا. يعني حاجه من الحاجات اللي حصلت عندنا في لندن، مركز اسمه دار الرعايه او فينزبري بارك، كانوا متهمين كان في بي 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 بيخرج في واحد من الشخصيات اللي هي كان يعني لها علامه استفهام كبيره. فالمهم الناس غيروا ما اسم مجلس الاداره كله، وراحوا للتشالنج كوميشن وعملوا وغيروا الاسم الى اخره. فجت حاجه اسمها تومسون رويتر، اكيد انتم عارفينها، او رول تشيك، صنفوهم انهم ارهابيين. فراحوا لهم قال لهم احنا غيرنا كل شيء، انتم مخطئين، فشالوهم من التصنيف. لان عمليه الريبراندنج دي مش معنى الريبراندنج ان انت بتفقد هويتك، لا. انت زي ما كل الشركات التجاريه في العالم العالميه بتعمل نفسها صوره جديده للعمل، لكن اهدافك وقيمك ها وسياساتك بتحطها انت تحافظ عليها. وهو ما هواش حرام وحلال، ما هواش حرام وحلال، هو هو صوره دي، هو وسيله وصوره. وفي نفس الوقت انت الصوره دي يعني مثلا هم ليه تعاملوا مع مؤسسه الاغاثه الاسلاميه في الغرب في ال 30 35 سنه اللي فاتوا؟ لانها التزمت بالمعايير الانسانيه والمعايير اللي هم عارفينها. يعني اديك مثل عشان برضك تعرف، يعني الحكومه اللي هي بتقوي هذه، يعني انا دايما بضرب المثل ده ليه؟ اقول جزاهم الله خير في بريطانيا، اللي يزعل يزعل واللي ما يزعلش يزعلش، واللي يضرب راسه في الحيطه يضرب، يقول علي ان انا اسمه ايه؟ عميل وكذا، يقول قالوا يوم قالوا عليا كده. ليه؟ لانها حست ان في كيان نشا في مجتمع بريطاني فحافظت عليه. كلها بقى تتفق مع فكره الايديولوجيا وما تتفقش شيء ثاني، لكن الفكر الانساني للمؤسسه هو اللي بتتفق مع الحكومه فيه والمجتمع الدولي فيه. فلما تيجي الحكومه تعمل عليك اسمها ايه ده، مراجعه ماليه تكلفها مئات الالاف عشان تشوف انت بريء ولا مش بريء، وتتعب على كده بريء. لان في بعض الدول اتهمتك بدون ذكر اسماء، اتهمتك. فعلشان تقف هي قويه امام هذه الدول، صرفت جاب حاجه اسمها فرنسيك اوديتنج عشان ده يتعمل، وطلعت ان كل شيء موجود في الداخل زي ما انا اتكلمت في الاول، الشفافيه المعياريه اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي احنا لازم نحطها. انا هدافع عن نفسي بقراني، خد بالك، قراني لما هطبقه غلط هيجي يحاسبوني على افعالي، لكن قراني في كل شيء يجعلني استطيع او قادر على حمايه المجتمع من الداخل. مدى فهمي لقراني هو الذي يجعل الناس يحبوني او يكرهوني او يتهموني. فلذلك الاسم بالنسبه لي انا شخصيا عشنا القضيه دي وما زلنا عايشين فيها الى اخره، هو اجتهاد مؤسسي، لكن محور العمل هو ماذا تفعل وما هي رسالتك وما هي مهمتك وما هي اهدافك في المجتمع،
ما هو دورك لما انت منوط ان تقوم به لتحويل هذه المجتمعات لمجتمعات مستفيده الى مجتمعات منتجه، فتدافع عنك مثل هذه المجتمعات، سواء كان اسمك مسيحي يهودي اسلامي بوذي هندوسي الى اخره. وجزاكم. اسئله ثانيه يا شباب؟ انا خدامينكم، انا جاي انا خدامكم. شفتوا انتوا حمستوني ازاي؟ فانت انا خدت منك، اديني حبه طاقه ادي. يا عم خليل اديني حبه طاقه ادي ارمي. يلا يا كاز انت، انا رحت كازاخستان في 91 او 92. اتغيرت. طبعا اتغيرت. ادعيني اجي لك. بتاكلوا حصينه انت؟ ها؟ بتاكلوا حصينه؟ اتعود اكل معاك حصان. يلا بسم الله ما شاء الله. يلا يلا. اتفضل اتفضل. لقيت عندنا مسلمين اسد. سنويا كل ما جدد انا الفيزا حقي حق العمل تروح اوراقي الى العاصمه اصلا مسجل مسلمين اسد. مباشرة اجي للمخابرات تك من هذه اللجنة، قدم يعرفوا كل سنة اقدم الاوراق وعافي العمل وعافي كل شيء. من تك سلمي تليفون ممكن تجي نحن اجي. قال لي يا اخي الاسم حقك هذا من كلمة مسلمين، انا تعرف على واحد من المخابرات مشان بس بعض الاوراق الفياز مشان يسهلها لنا. قال لي الاسم مسلمين هذا يدق عندهم حق لهم جمعية خيرية. يقول لك كيف؟ سجل لجنة مسلمين اسا خيرية مش موجودة. ايوه شفت بقى؟ خيرية مش موجودة ولا أيوة. انسانية ولا اغاثية ولا شيء. بشكل لجنة المسلمين آسيا. هذا الاسم أي شخصية جديد ما يعرفكش. أيوه. يحوش ثاني مرة ويستدعوه ثاني مرة وبهدل وصياح وتعال وشوف هذا كل شيء كامل. لما يعرفوا كل شيء كل شيء واضح عندك وتدفع الضرائب وتوظيف وكل شيء يهدوا. نعم. يروحوا يعطوا لك الفيزا يقول لك عاد نحن هذا الشيء أي خدمة من عندنا نحن بقدمها لك. نعم. بس الاسم دائما يخلي الاسم مش خلي تغيره يخلي الاسم. نعم. الاسم أنا تغير هنا لجنة آسيا غدها. بس عندنا طلبنا بورقه احنا نغير الاسم عندنا بس ما وصلش حتى الان. هو ده بقى. شوف انت اللجنه المسلمه الاسيا دي اتعملت مثلا في الثمانينات او في اول التسعينات. المناخ كان مختلف. كان مطر بتمطر يعني مثلا هنا في ايه دلوقتي من يومين هنا؟ سيول مش كده؟ الفجعه طلع ولا ما طلعش؟ لازم نطلع بقى بعد كل السيول دي وما طلعش الفجعه، انت عارف الفجعه يعني ايه؟ فجعه مرة مطر. استعمله انت؟ لا 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 الفجعه عندهم مشروم. مشروب. لا لا مش الفطر بقى يعملوا بيه ايه؟ ها تعال بيعملوا بيه ايه؟ كبسه. كبسه طب يا اخي خليك في الكبسه بتاعتك. المهم فمن حقك زي ما انا قلت لك قبل كده ريبراندنج. اذا كان هو غير هنا ما يغيرش هناك ليه؟ فده يعني اجتهاد زي ما انا قلت لك. ها؟ كمية من الاوراق تعدي كمية من مش مشكلة معتمدة من الادارة الرئيسية سهلة. الأوراق الشيء الورقي ده سهل عمله. أي محامي متخصص هيكتب لك الحاجات دي ويروح بيها لمين؟ للإدارات سواء كان في الشؤون الاجتماعية أو في الخارجية أو الآخر. لكن أنت قول لهم إحنا كل سنة بيحصل فينا كذا وكذا 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 وكذا. ليه؟ لأن إحنا بنتكلم عن ثقافة وعن يعني كلمة إسلام دلوقتي في المجتمع الدولي أو تحط إسلام. لو انت اسمك اسلام محمد اسلام هتلاقي واقف في كل حته ومستنينك. اسمك على الاسلامي فنقول اسلامي فعلى هذه عندهم شيء كبير. الاسلام عندها فرق خبيثه. مش بغا. فهم يشوفوا كلمه اسلاميه هذه بتقول لك شوف شيء كبير. طب شفتها ايه؟ يبقى احنا برضك بنراجع لان الاسم ده مش شيء يعبد. ما هوش قران. حتى قانون داخلي مش قران. ده اجتهادات يا اخوانا. حتى الصحابه رضي الله عنهم والتابعين والعلماء اجتهدوا في التفسير سواء كان تفسير الاحاديث او تفسير القران نفسه. في تفاسير كثيره جدا وكلها يعني ايه فيها اصابه جيده جدا. ليه؟ لان ده فهم العالم في نفس الوقت اللي هو عاش فيه. وكل التفاسير دي تكمل بعضها البعض. ما فيش حد يقول ده تفسير صح ولا تفسير غلط. ليه؟ لان الثقافه ها والفكر اللي موجود في الوقت ده فسر فيه. لكن الآية هي الآية، الأركان هي الأركان، ما تغيرش. لكن فهمي أنا ليه يختلف في العصر ده عن العصر ده. أي شيء تاني يا شباب؟ كل شيء كل شيء كل شيء. شوف أنا هقول لك حضرتك حاجة، إحنا اختلفنا مع الغرب في إيه؟ كلمة إنسانية وكلمة اللي هي المشاريع الخيريه.
وكلمة المشاريع التنموية. احنا عندنا المشاريع الخيرية هم صنفوها اللي هي المشاريع بتاعة الأكل والشرب والحاجات دي اللي هي والأضاحي ورمضان إلى آخره. هم صنفوا المشاعر الإنسانية المشاعر الإغاثية اللي هي في الطوارئ والمجاعات والحاجات دي كلها. مشاعر التنموية ده شيء تاني كلنا متفقين عليه. احنا بنقول إن كل ده بنسميه احنا عمل إنساني، لأن الإنسانية عندنا بحبوحتها وساعتها تسعى التنمية وتسعى التأهيل وتسعى كل هذه الأشياء، لكن هم اللي بيصنفوا لأن هم أصحاب السبق في مثل هذه المجالات. أنا بالنسبة لي كإغاثة، ودي حاجة أنا بقولها لكم، يعني كتبت ورقة من كام سنة قبل بعد قضية السورية، لقيت بعد كل حملة إغاثية ومصيبة من مصايب السودة دي كلها الناس تمشي والتلفزيون يمشي وما نقدرش نجيب أي شيء، أي فلوس للتنمية أو التأهيل أو القدرات أو إلى آخره. فأنا من الناحية المجتمعية بعتبر نفسي فقيه مجتمعي وليس فقيه شرعي، في فرق كبير جدا بين الاثنين. فقيه الشرعي تجيب الشيخ عصام البشير، تجيب الشيخ بن بيه زي ما كان موجود امبارح جزاه الله خير، تجيب مثلا الشيخ القرضاوي وهكذا. اما فقيه مجتمعي فانا بدعي هذا ليه؟ لان انا في الشارع معاكم. بقول ان انا عايز اخد من اعمال الاغاثه 25 ل 30% لابني بها المجتمع اللي انا بغيثه، لان انا بعمل اغاثه نوعيه اخرى. في اغاثه تقليديه لاكل شرب نايم ساعة كذا، وفي اغاثه نوعيه انا مبني المجتمع من تحت، يعني معناه ان انا بحط فيه قدرات تستطيع ان توقف الفساد، تستطيع ان تقلل من حجم الافساد في صرف الاموال، تستطيع من بناء اللي هو الاركان المجتمع سواء مع الحكومه المحليه او المجتمعات المحليه احنا بنتكلم عنها، تستطيع انها تخرج لي شباب في المستقبل يعيشون هم يكونوا القاده لان علمتهم واهلتهم ودربتهم الى اخره، اجد فيها وظائف الى اخره. فلذلك لابد الفقه الفقه اللي هو الشرعي يعني على ان انا اخذ، لان انا مكلف امام الله سبحانه وتعالى بان انا انمي هذا المجتمع، وانا لا ياتيني مال بعد مال الاغاثه. المال ياتي فقط لما يكون في مصيبه، يعني للاسف كل العالم كده مش بس المسلمين، يلاقوا ذبح اغتصاب حريقه زلزال كذا قلبت الصفحه نشوف مصيبه ثانيه نشوف مصيبة تانية. يعني بدور على مصايب واشتغل وما اكثر مصايب. فانا اللي انا بقوله ان انا عايز اخد من مال الاغاثه اعمل اغاثه نوعيه تتكلم عنها حضرتك دي، في نفس الوقت اللي فيه المشكله حاصله 25-30% ابني بيها المجتمع، ودي بسميها انا اغاثه نوعيه لبناء المجتمع من الداخل. ايوه يعني انا دلوقتي عندي اليمن مثلا، انا اقول لك خد 70% اكل زي ما انت عايز شرب زي ما انت وديني بس دول ابني مجتمع مره ثانيه. مفيش مجمعيات. مين اللي هيقعد بعد كده؟ مين اللي هيوزع لك الاكل؟ مين اللي هيقعد يعمل لك الحسابات؟ مين اللي هيتدرب يعمل كذا وكذا 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 وكذا؟ مفيش. فلو صرفت انا 100% هلاقي ان في الاخر 100% ممكن يطلع 50-60% من الهدر، لان الناس القوي والامين. انا عندي الامين الراجل الطيب كذا كذا، لكن مش قوي، لا يعرف يعمل كتاب تقرير ولا يعرف يعمل كونسبت اللي هو ملخص ولا الى اخره، او اللي هي التقرير مالي الى اخره. جزاك الله خير. نطلب من الاخ دكتور هاني ان يلبس حذاءه. مش عارفك ان انا قلعته. انت علمته واعلانا. انا علمته بس الناس مش شايفه. خلاص طفي. لا استنى قبل ما البس الحذاء. جزاك الله خير وبارك الله فيك. يعني البس الحذاء؟ اي نعم. وراح تضربني بالحذاء؟ لا 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 لا، احنا خفنا بس الحمد لله ما حصل. لا 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 ابدا ابدا ابدا. انت فضلك وخيرك علينا. الله يكرمك وبارك الله فيك وجزاك الله خير. استفاد الاخوه اكيد ان شاء الله عز وجل، وسمع كلام الله وجديد. ونقول بارك الله في امريكا وبارك الله في عملك وجزاك الله. وانا بدعو نفسي اليكم اتيكم حبوا على حمار لا يرى ولا يسمع، وان وصلت بعد قرون، لان انتوا يعني انتوا الاصل في احياء قلوب هذه الامه. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بس اللي كان البطاقه تبعك.